وعشان كده تعالوا نبتهل ونسأل ربنا سبحانه وتعالى دعاء تجديد الحياة واسترداد الحياة. احنا على فكرة ما بنعيش غير 4% من حياتنا، وحياتنا أنا آسف متبهزقة متبعزقة مشتتة حوالينا. تعالوا نجمع حياتنا بمدد ربنا ونقول: اللهم إنا نعلم أنك أنت الواحد وأنت الجامع، فاجمع علينا همتنا واصرف عنا همنا وأصلح حياتنا حتى نرى الحياة نعمة تهبنا إياها في كل نفس من أنفاسنا، فتتجدد حياتنا كلما تنفسنا بجميل نظرك إلينا. يا جميل يا ودود يا رب العالمين، أحينا بشباب قيمنا في حضرتك يا قيوم، واجعلنا من أهل المحبة على الدوام. يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين.